وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المخرج في السنن المسند: في آخر الزمان أيام تسمى أيام الصبر، والقابض فيها على دينه كالقابض على الجهر، وأجر العامل فيها كأجر 50 رجلا. قالوا: منهم يا رسول الله ومنا؟ قال: منكم. هذه مع كونها تخبر عن واقع مر، إلا أنها تشرح صدر المسلم للعمل والمدافع. أجر 50 من الصحابة في آخر الزمان عند فساد الناس، أجر 50 من الصحابة، هذا ليس الأمر بالسهل ولا بالهين. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. والمعنى أن الإكثار من العبادة في زمن الفتن يعادل الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم لو كان حيا، وذلك لأن الناس في زمن الفتن يغفلون عن العبادة، فحثهم صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق لربه وأعلم العباد بالشرع، حثهم على الإكثار من عبادة في زمن الفتن. ولا ريب أن الناس في زماننا هذا أحاطت بهم الفتن، في من أكثرها أحاطت بهم فتن المال وفتن النساء وفتن القتل وغيرها. فأما فتن القتل والهرج فإن الهدي والسنة فيها الاستمساك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله المتين والبقاء على بيعة ولي الأمر المسلم والحرص على أن يكون المسلم مع جماعة المسلمين لا يشذ عنهم. يعني مر بنا ظروف فيها شدة على بعض بلاد المسلمين وحروب وقتل بالجملة، هذه فتنة. من من الناس حتى من طلاب العلم يقول: رأيت الناس انشغلوا بهذه الأمور فأنصرف إلى قراءة القرآن، أشغل نفسي بدل قراءة الصحف وبدلا من أن أستمع إلى آلة فيها الأخبار أصلي بقدر الوقت الذي يستمع فيه الناس ويرون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن، إسناده حسن ومصداق له في مسلم، فافهمه فهم بياني. إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان. لماذا انتكست؟ ولماذا أنت انتكستي؟ إليك وإليك يا من عرف الهدى واستقام ثم ترك الطريق فضل وهام، إلى من تحولت حاله وتحول حالها إلى الذي غيرت الدنيا شيئا من قلبه وغيرت الدنيا شيئا من قلبها، إلى من عرف الحق وإلى من عرفت الحق ثم سلكوا طريقا سواه. إن بين جوانحي سؤالا أوجهه إليك وأوجهه إليك: ماذا دهاك وماذا دهاك؟ ولماذا انتكست ولماذا انتكست؟ ما هي الحجج وما هي الأعذار؟ في كل يوم تأتينا أخبار المتساقطين على الطريق والمتخلفين عن قافلة النجاة، الخالدين إلى الأرض والراغبين في الدعة والسكون. أمتنا تكالب عليها أعداؤها وهي في أمس الحاجة للصادقين والصادقات، فإذا بكم تخذلون أمتكم في أحلك الظروف وأشد الساعات. لماذا تشمتون بنا الأعداء؟ مرات ومرات يأتينا ونسمع من يقول: انتكس رفيقي أو انتكست صاحبتي وغرقوا في بحور الدنيا الغادرة بعدما كنا نرتقي معا سلالم الوصول إلى الدار الآخرة. لا أدري ما الذي أعجبه وأعجبها ببحر خادع وموج غادر. لا زلت أذكر ذكرياتها ولا زلت أذكر ذكرياته. لقد توعدنا أننا إذا افترقنا سنلتقي وتعاهدنا على ذلك مرات ومرات، ثم ترك صاحب الطريق وترك رفيقي الطريق وسلكوا ضربا آخر، فكيف سنلتقي إذا افترقنا؟ قلت أنا مرددا قول الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. يقول أنس: كثيرا ما كنت أسمعه صلى الله عليه وسلم يردد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأكثروا من قول: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولقد قال بأبي هو أمي وصدق فيما قال صلوات ربي وسلامه عليه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قلت: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. كانوا بالأمس على الشواطئ ينتشلون الغرقى، واليوم أصبحوا بين الغرقى يصارعون الأمواج. لهم نقول ما قال شاعرنا: رضيت بالدنيا أم أسلمت للنكد؟ أم السراب ابتعينيك بالرمد؟ أم هل بلغت المنى والشمس ما وقفت والعمر متصل والدرب في مددي؟ أم هزك البغي والأيام دائرة والحق يعلو على الأعداد والعدد؟ لا تحسبن الهوى ينجيك من كبد، فإنما خلق الإنسان في كبد. وجنة الخلد تنسي كل مسغبة، أنعم بذلك النعيم الناظر الأبد. هل بات يلهيك ما يلهيك من متع؟ فاذكر بربك ما تلقاه بعد غد. أم هل تغشاك قطاع الطريق ضحا وحبلهم يا أخي في الله من مسدي؟ أم هل غررت بكثرة الساقطين هنا فالحق لا يبتغى من كثرة العدد؟ أم هل غررت بكثرة الساقطين هنا فالحق لا يبتغى بكثرة العدد؟